بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سوري عفوا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم هي دي مصر وفقرة معا في حب مصر. في البداية أحب أرحب بزميلتي الأستاذة سوزان الروبي. أهلا بك يا سوزان. أستاذ حمدون معايا، أستاذ حمدون الحمد رئيس مجلس إدارة جمعية منارة آل البيت للخدمات والرعاية. أهلا بحضرتك أستاذ حمدون. أهلا بحضرتك أستاذ عمرو. معايا الدكتورة أماني علي صاحبة مدير مركز الشفاء للطب البديل. أهلا بحضرتك دكتورة أماني، شرفونا ونورتونا. أهلا بحضرتك. أهلا بك أستاذ حمدون. أهلا بك يا دكتورة، نورتونا. منورين يا نجوم الإعلام. بنور حضرتك أستاذ حمدون. أهلا وسهلا بكم أستاذ حمدون. سمعنا في الأيام اللي فاتت عن تعاون بين الجمعية وبين مركز الشفاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، سيد الأولين وسيد الآخرين. الجمعية جمعية منارة آل البيت بصدد إنشاء بروتوكولات مع مجموعة من المراكز الطبية في مصر في جميع المحافظات. وطبعا كان لي عظيم الشرف بلقاء الدكتورة أماني، عندها مركز محترم جدا هنتعاون فيه بخصوص أعضاء ومشترك الجمعية وحاملي البطاقة الصحية الخاصة بجمعية منارة آل البيت للرعاية والخدمات. والمركز إن شاء الله هيبقى فيه بروتوكول تعاون بحيث أن عضو الجمعية أو العضو العامل أو العضو المنتسب أو حاملي بطاقة أو البطاقة الصحية أو بطاقة الرعاية الصحية هيستفيد بكل خدمات المركز إن شاء الله. مركز دار الشفاء هو مركز على أعلى مستوى من الخدمات، وهيقدم لنا أسعار محترمة إن شاء الله. دوت بجانب المراكز الطبية اللي هي المراكز الطبية التقليدية إن شاء الله، ويبقى في تعاون في كل المجالات. طيب أستاذ حمدون، هي الخدمات دي مقتصرة بس على أعضاء الجمعية المشتركين ولا لحاملي البطاقات عامة؟ أعضاء الجمعية وحاملي البطاقة الصحية إحنا بنعمل كذا ديل دلوقتي مع كذا مركز وكذا مركز طبي، ومنهم مركز دار الشفاء طبعا، وكان لي عظيم الشرف بالديل دوت وبالتعاون دوت إن شاء الله. وكل ده بأمر الله هيعود في الآخر لصالح المشتركي وحامل البطاقة الصحية الخاصة بجمعية منارة آل البيت للرعاية والخدمات للسادة الأشرف. بالتوفيق دايما إن شاء دايماً الله. إن شاء الله، ربنا يبارك. دكتورة أماني أهلا بك. أهلا بحضرتك، إزاي حضرتك عاملة إيه؟ طيب أحب أسألك، ما هي الخدمات اللي حضرتك ممكن تقدميها للجمعية إن شاء الله؟ نعرف إيه هي الخدمات؟ الخدمات اللي ممكن المركز يقدمها للجمعية، أنا في البداية طبعاً أشكر الأستاذ حمدول على كل الجميل والعظيم ده، وإن شاء الله بإذن الله نبقى عند حسن ظنكم. إن شاء الله يا رب نزلنا بالتوفيق. إحنا ممكن نعمل خصم لأعضاء الجمعية وأي حد حاملي اذا كان كارنيه من الجمعيه او بطاقه صحيه، الاستاذ حمدون هيبعتوا لنا ان شاء الله. ان شاء الله. والخدمات ديت احنا يعني احنا بنقدمها كشكل هنعالج المرضى اللي هيجوا ان شاء الله على شكل جلسات. تمام. الجلسات اللي هي بالفعل بنعملها فيها بقى جلسات تخسيس وجلسات تخص بقى. طب كلمينا يا دكتوره عن ايه الجلسات او ايه الخدمات، زي ايه الجلسات اللي عند حضرتك؟ الجلسات طبعا اي حد طبعا هيجي هيبقى عنده شكوى مرضيه. اكيد. حسب كل شكوى مرضيه هنشخص الجلسه اللي هو المفروض يعملها. حسب الجلسات اللي عندنا. عامه انا هتكلم عن الجلسات اللي احنا بنعملها في المركز، جلسات الحجامه الطبيه. تمام. طبعا دي بتعالج جميع مشاكل العمود الفقري، وبنعمل وطبعا عندنا جلسات سم النحل. تمام. وعندنا جلسات التخسيس بالميزوثيرابي والابر الصينيه. تمام. والابر الصينيه بنستخدمها علاج وبنستخدمها تخسيس. تمام. في حاجات عندكم بقى تجميليه مثلا زي البلازما زي الديرما، الحاجات دي موجوده في المركز ولا؟ بنقدم برضو جلسات بلازما. تمام. لمشاكل لجميع لحل مشاكل البشره. تمام. يعني مش جلسات علاجيه بس، كمان تجميل. تجميل. تجميل كمان. بلازما اللي بتحل مشاكل جميع مشاكل البشره. تمام. ومشاكل تساقط الشعر. تمام. كمان بنعالج تساقط الشعر بالديرما. عندنا كمان جلسات الديرما وجلسات البلازما للوجه وللشعر. تمام. وعندنا طبعا اعشاب طبيه للمرضى، وعندنا برضو لسه طبعا بتعالج بقى الشعر من الجذور ولا بتكون العلاج بيكون ازاي؟ علشان بيبقى في ناس عندها ضعف في وفي تساقط. تمام. وفي قشره كمان. تمام. يعني احنا عندنا كريمات للقشره
وبتحل. وبعدين احنا بنعالج السبب. يعني ما شاء الله مركز متكامل يخص الفن. ما شاء الله حاجه محترمه جدا. انا رحت وزرته طبعا. جميل. حاجه على اعلى مستوى ان شاء الله. وطبعا انا عملت منه لايف. انا طبعا ما كانش ينفع ان انا اعمل بروتوكول من غير ما حاجه ما اشوفها بعينيا واتاكد بيها بنفسي. وطبعا ما اعتمدتش ان انا ابعت حد من اذا كان نائب عندي او اي حد من اعضاء مجلس الاداره او اي حد من اللي بيعمل في الجمعيه. انا رحت للمركز بنفسي وحاجه فعلا فخر وحاجه على اعلى مستوى. ده بجانب الاخلاق الحميده والسمعه الطيبه للدكتوره اماني في المنطقه بتاعتها. حاجه فعلا على اعلى مستوى وحاجه مشرفه يعني. سعدنا التعاون معاها طبعا. استاذ حمدون، ايه دور الجمعيه في رساله الاعلام؟ طيب احنا طبعا الاعلام ليه دور هام جدا في التوعيه، وليه دور هام جدا في الثقافه، وليه دور هام جدا في ايصال المعلومه في وقت قصير وبشكل مبسط وبشكل سهل. فاحنا بصدد ان شاء الله مع الاستاذه سوزان الروبي ان شاء الله في برنامج اهالينا هنعمل فقره لصوت الاشراف ان شاء الله، بحيث ان احنا صوت الاشراف يوصل للاعلام ويبقى كل واحد عنده مشكله او كل واحد عنده وجهه نظر او كل واحد عنده مناسبه او كل واحد عنده قضيه عاوز يطرحها، يبقى عندنا فقره ثابته ده من خلال الجمعيه وطبعا باسعار رمزيه جدا. وان شاء الله الفقره ديت هتبقى من خلال ماكس مع برنامج الراي الاخر مع الاعلام الكبير استاذه اسعد حسن. والاستاذه سوزان والاستاذه اسعد ان شاء الله هيقدموا لنا خدمات كويسه جدا وهدونا الهوا ده تقريبا بسعر التكلفه بناء على انهم عاوزين يساعدوا الجمعيه ويساعدوا صوت الاشراف ان شاء الله. بالتوفيق دايما. بالتوفيق دايما ان شاء الله. ان شاء الله بامر الله. وصوت الاشراف يا جماعه لازم احنا نبقى عندنا حاجه كويسه قوي في الفتره اللي جايه دهيت. الاشراف والقبائل العربيه والقبائل في مصر لازم يكون ليها دور ودور فعال جدا في مساندة. احنا عايزين حضرتك بقى اتكلمنا عن فقره الاشراف. ايه الهدف من فقره الاشراف؟ الهدف ان احنا لازم نساند بلدنا ونساند جيش بلدنا وشرطه بلدنا وقضاء بلدنا. لان حضراتكم شايفين طبعا ان المخاطر اللي بتحيط بالمنطقه العربيه كلها من كل جانب وخاصه مصر. لما نيجي نتكلم عن مصر هنلاقي في الجنوب مشكلة سد النهضة، هنلاقي في سيناء مشكلة الإرهاب، هنلاقي في الغرب مشكلة ليبيا. فإحنا محاصرين، ولكن ثقتنا في الجيش المصري وثقتنا في الرئيس عبد الفتاح السيسي بلا حدود وبلا نهاية. فإحنا عاوزين الأشراف يكون لهم دور في تدعيم مؤسسات الدولة ومؤسسات القيادة العسكرية والقيادة السياسية والقيادة الرئاسية إن شاء الله. إن شاء الله. وبرنامج أهالينا إن شاء الله مع حضرتك. طبعا إن شاء الله. بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إن شاء الله. في تصوير جاهز يعني على استعداد تام يبقى مع حضرتك إن شاء الله. طبعا تبعد الاتفاق معاك يا أستاذة سوزان وده شرف عظيم لينا. إحنا جماعة على أتم الاستعداد إن إحنا نروح للبرنامج صوت الأشراف وأهالينا يروح لكل الناس في كل المحافظات وبأسعار محترمة جدا. وبوعدكم ان احنا بنعرضها كمان على قناه من اكبر القنوات اللي موجوده على النادي السات وهي قناه الصحه والجمال. حاجه فخر وحاجه محترمه جدا ان شاء الله. ان شاء الله. الى اي مدى تدعم الجمعيه رساله الاعلام لايصال لتوصيل صوت الاشراف؟ كل الاعلام بيدعمنا واحنا بندعم الاعلام، يعني وجهين لعمله واحده. احنا صوتنا بيوصل من خلال الاعلام، واحنا هدفنا اعلام راقي، اعلان محترم، اعلام يكون هادف، مش يهدف الى الربح وبس، يهدف الى ايصال خدمه ومعلومه وحاجه محترمه للناس. لان طبعا في اعلاميين او بعض الاعلاميين وهم قله وهم معروفين بالاسم طبعا، هدفوا المال والجري ورا المال والاساليب الملتويه. طبعا ده مش هدفنا ولا هدف الاعلام ولا هدف الجمعيه. احنا بنتعامل مع ناس محترمه وناس ذات علم وذات دين وذات ثقافه بامر الله. ان شاء الله دكتوره بامر الله. ان شاء الله باذن الله بالتوفيق يا رب دايما. كلمه تحبي توجهيها للجمعيه وللاستاذ حمدون بالتعاون بقى البروتوكول النهارده، عملت بروتوكول مع بعض. فعايزين كلمه كده للدكتور حمدون. استاذ حمدون على البروتوكول وان شاء الله باذن الله نبقى عند حسن ظن حضرتك. شكرا جدا. وربنا يجعل في ايدينا الشفاء باذن الله. يا رب اللهم امين. من هنا انا بدعو كل اعضاء الجمعيه يشرفونا، وانتوا كمان طبعا شرفتونا. اكيد طبعا معاك باذن الله. دي حاجات شرفنا كلنا ان شاء الله. طبعا هنبقى مع الاستاذ حمدون الحمد لله. دكتوره اماني ان شاء الله كلنا ايد واحده باذن الله. في الايام اللي جايه حضرتك عندك خطه ان انت تدخلي خدمات جديده في
في المركز ولا هل استكفيتي بالخدمات اللي موجوده؟ والله هو احنا بنقدم خدمات بخلاف الجلسات اللي موجوده اللي هي التدريبات، يعني انا اصلا تدريب واستشارات، بنعمل دورات تدريبيه اي حد عايز زي نظام كورسات. تمام. زي نظام كورسات. تمام. باسم الاكاديميه الدوليه للتدريب والاستشارات. اي حد عايز دورات في التدريب يعني كمان معتمده بشهاده. تمام. معتمده بشهاده الاكاديميه الدوليه للتدريب والاستشارات. طب وانا ممكن هيبقى ليها دخل بالبروتوكول؟ ممكن بس اقول كلمه بس ممكن اقول كلمه اسمحوا لي بقى اكون مذيع لمده دقيقه كده مع الدكتوره اماني. طبعا انتوا امارات الشاشه وفوق دماغنا من فوق، لكن انا طبعا ليا بعض الاسئله للدكتوره اماني احب اسالها لو وجهها. طب دكتور اماني، احنا لو حبينا من خلال الجمعيه او من خلال منسقين الجمعيه في المحافظات ان هم يتعاونوا معاكي في ارسال خدمات المركز لمشترك الجمعيه في بعض المحافظات، او عاوزين نوصل بعض السلع او بعض الخدمات او بعض الادويه او بعض الاعشاب للمحافظات، ممكن نتواصل ازاي او ممكن نعمل ايه في هذا الاطار؟ يعني لو عندنا حد عاوز يتواصل مع حضرتك يبقى مراسل للمركز وفي نفس الوقت هو من داخل الجمعيه، هل ده ممكن؟ هيبقى مندوب يعني من الجمعيه؟ طبعا هو مش مشكله، انا على تام الاستعداد. تمام يعني تمام. يبقى في مندوب يجي عندي المركز ياخد بالنسبه للكريمات او الاعشاب او اي حاجه هتفيد اي حد في المحافظات. تمام. انا على تام الاستعداد طبعا. تمام تمام تمام. طيب لو المركز ممكن مثلا يتعاون ان شاء الله بامر الله من في هذا المجال ان شاء الله، ولو في حد عنده استشارات طبيه وعاوز لحظه واحده بس اقل من نص دقيقه، وعاوز يبقى عنده استشاره طبيه من خلال نعمل يوم في الشهر لكل محافظه. تمام تمام عادي، ونفتح عادي بقى يبقى البرنامج تمام. مثلا معانا ونفتح الهواء ونستقبل المكالمات ونستقبل للاسف وقت حلقتنا انتهى، معلش كده عامل ان شاء الله نستكمل الحلقات ان شاء الله لينا حلقات القادمه ان شاء الله. شرفتونا ونورتونا جدا، نشكركم اعزائي المشاهدين ونلقاكم في الحلقات القادمه ان شاء الله. شكرا ان شاء الله.